هوريزون بيبروس بمنطقة كتير حلوة بلبنان، رح نتعرف عليه اليوم بويندو ويدينج. بويندو ويدينج أكيد، لأنه دايما كل الأماكن الحلوة نحن بنقصدها لما بيكون عندنا بيج إيفنتس. بونجور منى حاج، بانكويت مانجر بهوريزون بيبلوس. هيك الاسم أوريزون بيبلوس. نعم. وين بالتحديد أوريزون بيبلوس؟ أوريزون هو بمنطقة بيبلوس جبال، هو على طريق حبوب، بيبعد بس عن بيبلوس اللي هي معروفة بمدينة التاريخ بأربع دقائق بس. بس يعني منه على البحر، هو منه على البحر، بس هو بتشوف الأفق في يعني هو بيبعد عنك مدى الافق. نعم، بس رح تتمتع بغير اكسبيرينس يعني. اكيد اكيد، اربع دقائق من أربع دقائق من جبال رح تتمتعي بتجربه مختلفه. صح صح، هو الشغله الحلوه فيه انه اذا عملتي عرسك على البحر ما بتشوفي البحر كله سوا، بينما اذا عليتي شوي صغيره بتشوفي مدى الافق كله سوا، بيكون موجود في المختلف. صح، اثنيناتهم حلوين. نعم. خبرينا شوي بالتحديد شو بيقدم أوريزون. هلا أوريزون بيبلوس بدي بس أقول شوي بشو بيتميز. أوريزون بيتميز بمناخه المعتدل اللي بعيد كتير عن الرطوبة. هيدي أهم شيء، اللي كتير أشخاص بيخافوا من الأعراس الأوتدور ما يعملوا عرسهم برا من وراء الرطوبة، صوب أنا بشجعهم أن يعملوا عرسهم بأوريزون. تاني شيء، المنظر المطل على المدى الأفق اللي كيف ما تروح شمال أو جنوبا بتشوف مدى البحر فيه. بعدين بدنا نحكي شوي عن منطقة الاستراتيجية تبع أوريزون اللي هي بتطل على مدينة التاريخ بيبلوس جبال. رح نشوف على كل حال بعد وقفتنا مع عناوين الأخبار بعد شوي، رح نشوف موفي بخلينا كمان نحن نفوت أكثر بالفيل ونتعرف أكثر على أوريزون بيبلوس. خلينا نتابع هلا نحكي عن كل شيء بقدمه أوريزون بيبلوس. نعم. بدنا نعرض الفيديو ولا بعد شوي؟ بعد شوي. اوكي، هلا أوريزون بيبلوس كمان بدي احكي شوي عنه على تقاسيمه. عندنا كذا اوتدور فانيوز، وعندنا كمان صاله هي كبيره اللي اسمها الاورايزن بور روم. هي بتتميز بشكلها الدائري وبعلوها الكبير. حتى كمان بدنا نحكي شوي عن الشاندولييه الكريستال اللي نازله بوسط هالصاله اللي بتعطي جمال وديكور. نعم. بيغني كثير عن ديكوريشن. نحكي اكثر عنها بعد شوي، بس خلينا نشوف ال نعم. هون شو عم نشوف؟ ماكيت ماب. نحن هلا عم نشوف البلان تبع أوريزون، هو مقسم عن اول شيء عم بحكي كنت على الاورايزن بور روم. هيدي البور روم بتساع اول شيء ل 1000 شخص، أبطو 1000 شخص. في عندها منطقتها الدائرية هيدي اللي بيميزها فيها، والعلوة والشاندوليال كمان اللي كمان عندها دخل كتير حلوة العروس فيها. فيها تنزل بقلب هالكريستال الحلوة اللي هي بيفتح السقف وبتنزل على طريقتنا الخاصة نحن مننزلها. رح ناخد وقفة صغيرة منى ونرجع نتعرف أكثر على أوريزون بيبلوس، ونشوف كمان موفي بعرفنا على كل التفاصيل. أوكي. منى حاج موجودة معنا، بانكويت مانجر بأوريزون بيبلوس. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. رح نروح نحن على أوريزون بيبلوس. نعم. نشوف بالموفي اللي حضرتولنا إياه شو هي الفيل وشو هي الأجواء بهالمكان المميز. We'll be right back.
يعني بين ايفنت والتاني بيتغير الجو كليا. نعم. او بيتغير الفيل وبيتغير الثيم، بس بتضلك موجوده ببيبلوس يعني. مزبوط. اوريزون بيبلوس فيك تعملي كمان كذا حفله بنفس النهار، ولا حتى بتاثر اي حفله منهم يعني. فينا نعمل اوت دور اندور، فينا نعمل كمان حفلات صغيره في سو. كل الحفلات فيها تنظيم. فهمت كمان انه في بنجالوز يعني في للعرسين او اللي بده. نعم، هيدي ضمن الودينج باك، الودينج باكج اللي نحن بنقدمها للكوبلز اللي بيكونوا عندنا. بنقدم لهم البنجالو الفري نايت مع اكيد امينيتيز بقلب الاوضه. كمان الودينج باكج تتضمن الودينج كيك اب تو 7 لايرز بنعمله. كمان بنقدم لهم فري ممبرشيب باس على اوريزون اللي هي فري اكسس، بيقدروا يستفيدوا من فاسيليتيز الاوريزون بيبلوس بخلال هالصيفيه. عم نشوف صور كمان ونشوف كيف بيطل اوريزون بيبلوس. نعم. على البحر. صح، مثل ما شفتي اللي بيطل على يعني هو اسمه اوريزون، لانه على أوريزون. على مدى الافق اللي بيطل عليه، يعني بتحسي على مستوى البحر. يعني اذا بتشوف الاوريزون بول كانه مستواها على مستوى مي البحر. هون عم نشوف الاورايزن بول، هيدي الصاله بتضم ل 350 شخص ل 400 شخص تقريبا، بنعمل فيها اعراس لهالعدد اللي بحب المي. كمان عم نشوف السيت اب هون، الاعراس اللي فينا نحن كمان نقدم لهم اياهم للكابلز اللي عم بيتجوزوا عنا. هلا كمان بالاضافه لهيدي الاورايزن بول عندنا كمان الاورايزن بيازا اللي هي بتتميز بمساحتها الكبيره اللي بتساعد تقريبا ل 1200 شخص. عندها طل كثير حلوه العروس فيها، هلا بنشوفهم بسياق الحلقه تقريبا. كمان عندك الاورايزن جاردن، كمان هيدي فانيو ثالثه. هيدي الفانيو بتتميز بقناطرها الصخريه مع البركه المي اللي بنصها، هيدي بتعطيها جمال كثير حلو اللي بحب كمان طابع التراث. يعني. صح مزبوط. الكيترينج شو وضعه؟ يعني كنا عم نشوف كيترينج كثير مميز بالفيديو. نعم، نحن الكيترينج كله من اوريزون، يعني بنعمل الانترفيو والابوينتمنت مع الكابلز، بنشوف نحن شو متطلباتهم. اول شيء عندنا بيزك منيوز بنعتمد عليهم، اذا الشخص عنده تيم معين بقلب العرس بنقدر نخلق له لايف ستيشن كمان مع الباك جراوند تبعه. بقدر كمان يقول لي شو هو بده، يعني فينا كمان نغير كل المنيو، يقول لي انا بدي اعمل كاستمايز منيو مثل ما انا بحب. سو على متطلبات الشخص كمان بنعمل. كمان بدي احكي عن الروف توب اللي موجود عندنا، هيدا الروف توب بيطل على البحر كمان، فينا نعمل اللي بحب يعمل الاكليل عندنا، فينا نعمل ويدنج سيريمونيز. الويدنج سيريمونيز فيها تكون موجوده عندنا بالاوريزون، بنقدم لهم الارض كمان موجوده من خلالها، من بعدها بينتقل على الويلكم درينك، من بعدها على العشاء. سو في يعمل كل العرس بقلب اوريزون من دون ما يعذب العالم من الكنيسه لاوريزون. شغلين كثير على الاضاءه كمان. نعم. يعني بتغير الاجواء كليا. صح، من عرس الثاني. هلا في كمان بيميزنا انه الاضاءه كلها انستول، يعني ما بتشوفي كيبلز، يعني كله موجود من تحت الارض معمره فوقها. سو واللايتنج وكل شيء موجود بيلد ان بقلب كل صاله موجوده، يعني ما بتشوفي ابدا شرايط او كيبلز للشكل وتكون عملي. صح، كمان مزبوط. هون كمان عم نشوف صور للست اب الاعراس، حتى السيت اب، حتى يعني. صح. كل الاشياء الموجوده. صح. كمان حسب التيم يلي بيكونوا مختارين. صح مزبوط، فينا نشتغل على العرس فروم اي تو زي، يعني فينا نساعد العروس من 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 اقل ديتاي لاكبر ديتاي. يعني بتعرفي الكابلز اول ما بيكونوا جايين بيكونوا ملبكين مش عارفين وين بدهم يروحوا، سو بيكونوا هون عندنا مأمن كل شيء، فينا ننظم لهم كل العرس. لا ليله العرس كمان بنعمل كوردينيشن، يعني ما لهم بحاجه يجيبوا كمان ويدنج بلانر اذا مش بقدرتهم انه يجيبوا شخص ينظم لهم. ولكن ما في مانع. اكيد طبعا، اكيد اكيد. شغله ثانيه بدي احكي فيها اللي هي الاوريزون تراس اللي عندنا اياه. هذا التراس بضم ل 100 شخص.
نحن هيدول بنعمل فيه حفلات صغيره كمان، عم بيكون كمان كل نهار سبت موجود عنا برنامج شرقي مع لايف انترتينمنت كمان، ونهار الاحد عنا بيفيه مفتوح كمان، في عنا سكشن للادلتس وسكشن للاولاد كمان موجود ومع لايف انترتينمنت، وعم نعمل كمان مثل العاب للاولاد حتى يتسلوا كمان نهار الاحد. سو جامع العيال كمان وجامع الاعراس جامع حفلات اندورس ولا اوت دورز هال هيدي يعني مسكره، بتشوفي كمان كلها ازاز يعني بتشوفي البحر، يعني انت وقاعده بتشوفي كمان الاوريزون صيفا شتاء، صيفا شتاء يعني. بتحسي حالك كانه اوت دور، اذا كنت اندور عم تاخدي صاله كمان ضخمه كثير وحلوه، وكمان عندها علو الهيل بيميزها. حلو يكون في اماكن نقدر نتمتع فيها بالطبيعه اللبنانيه يعني بطريقه حلوه. طبعا windowwedding.com اذا كنتوا حابين تعرفوا اكثر عن اوريزون بيبروس. اهلا وسهلا فيك منى حاج، بنكويت مانجر باوريزون بيبروس. شكرا لك. ثانك يو كاتيا. مشاهدينا وقفي هلا ونرجع نتابع.